هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه اخرى من برنامج حيث الانسان في موسمه الثاني. برنامج حيث الانسان هذا البرنامج الانساني المسابقات الذي يقترب من واقعنا ويحاول ان يساهم في صنع فارق انساني تنموي من خلال الحلقات المباشره ومن خلال فقرة المسابقات. نتشارك معكم مشاهدين تفاصيل قصص الكفاح هذه ونقدم أيضا الجوائز النقدية الفورية للمشاركين. وفي ابتداء من حلقة هذا المساء تم إضافة رقم للتواصل والمشاركة معنا في المسابقة بشكل مباشر على الهواء وهو رقم أرضي سيظهر معكم أسفل الشاشة إلى جانب الرقم السابق حتى نتمكن من التواصل معكم بشكل أوضح وأنقوى. أيضا خلال الحلقات القادمة سيتم إضافة أرقام أخرى حتى نتمكن من استقبال أكبر كم من مشاركاتكم واتصالاتكم معنا في حيث الإنسان. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذه الليلة. مدرسة الثورة اسم لثلاثة فصول مضاف إليها أكواخ من القش والأشجار. على الطلاب في المناطق المجاورة أن يذهبوا إلى هذه المدرسة المتهالكة الآيل سقفها للسقوط لأن تلك هي فرصتهم الوحيدة للتعليم. في الماهلية وغيرها من مناطق اليمن للتعليم تعريف مختلف، فهو يعني أن يدخل الطلاب في صراع مع كثير من المنغصات والتعقيدات والمشاكل التي لا تتوقف عند عدم الحصول على الكتاب المدرسي وعدم توفر الأساتذة ووسائل التعليم الحديثة، بل قد يتخطى ذلك لمجابهة شعور الخوف من الموت تحت سقف متهالك. ولأن التعليم يقع في صلب اهتمامات برنامج حيث الإنسان، كنا في مدرسة الثورة في الماهلية وكان لحيث الإنسان أثر. مدرسة الثورة في الماهلية ستكون قصتنا لهذه الليلة، تابعونا. Thank you.
منذ 4 أعوام ورحلة صالح الذي يدرس في الصف الرابع تبدأ بشعاع الشمس وتنتهي عند حر الظهيرة. احنا ندرس في فصول مهدمة وبناها بناء عشوائي، السطح حقها على وشك السقوط. الفصول الأولى احنا بنينا فصول، 3 فصول من الخشب ومن حق الغابة. احنا ما نقدر ندرس في هذا المكان، يعني ناقص كتب والمدرسين ناقصين، لا يوجد لا علوم ولا محرومين من العلوم والقرآن والإنجليز. إحنا زعلانين من الوضع هذا الذي يحل عندنا، في نفس الوقت نخاف من السطح أن يسقط فوقنا ويكسر لها أحد، ولا وبعض الطلاب يعني يجلس في البيت من خافة هذا السطح أن يسقط فوقه ويبطل الدراسة من شان هذا الوضع. أتمنى أن أدرس مرتاح من السطح ونريد مدرسة تمام، والفصول نريد فصول ومواسات وصبورات. إلى الشمال من مدينة مأرب تقع مديرية الماهلية. إلى هذا المكان يأتي الطلاب من 15 قرية ليدرسوا أو بالأحرى ليختبروا قدرتهم على تحمل أشعة الشمس اللافحة وتضاريس البيئة القاسية. اسم هذا المكان الضيق مدرسة الثورة الأساسية، تيمناً بثورة 26 من سبتمبر 1962. الرؤوس والقمم! الروح على فديك! والدم من أرواح! يا أغلى وطن! هذه المدرسة تأسست في عام 1986 ميلادية. تحتوي المدرسة على من أول إلى 9، بينما الفصول أو الغرف الدراسية عجز، لا يوجد بها سوى 3 فصول، ومستخدمين الإدارة والمخزن، إضافة إلى خيمة وعشش وبناء فصلين إلى جوار السور بمساعدة مجلس الآباء وبعض الأهالي والناس الخيرين. أسسنا فصلين شعبية، بلوك وخشب من الغابات، وبدل البليوت أو المسلح من الأشجار والمشمعات البلاستيكية وتراب. تحتوي مدرسة الثورة على 229 طالب وطالبة هذا العام، أما العوام السابقة يعني كانت تبلغ أكثر، وإنما بسبب الحرب والمشاكل وبسبب اختلاط البنين مع البنات، يعني ماشي مدرسة بنات وبعد المسافة للبنات، يعني مما أدى إلى تسرب الفتيات، وأيضا عدم وجود فصول دراسية كافية، قلة مقاعد دراسية. إذا قال أوجد 8 سنين فقط يوصل إلى المكان توقف. أوجد مجموعة الحل ترجع تقولين مجموعة حل، مجموعة الحل للمعادلة يساوي مجموعة الحل أفتح حاصلة الآن قيمة السنين تساوي كم؟ عوراته ويحمي جسده، ولكنه قد يبالغ في ذلك أو يقصر، ولذلك أرشدنا الإسلام إلى تعاليم وآداب خاصة باللباس. كثيرة هي الأماني في هذا المكان المزدحم بالمعاناة، والنادر ما يتحقق منها، لكن مشكلة كهذه تستدعي الحل. تكفل برنامج حيث الإنسان ببناء 3 فصول إضافية
كان للفرحة بريق في وجه الجميع. أعزائنا طلاب مدرسة الثورة الأساسية ماهلية، يسعدنا كثيراً أن نبني لمدرستكم 3 فصول وأن نكون جزءاً من قصة نجاحكم. بلقيس. في الأيام القادمة سيصبح لصالح ورفاقه فصول يؤون إليها من لهيب الشمس وغبار زمن الحرب. بعد 3 أشهر من العمل عدنا. لقد أصبح للمكان هيئة مختلفة وصار للحيز الضيق فسحة من الأمل، وبات بإمكان الطلاب الآن القول أنهم ذاهبون إلى المدرسة. الحمد لله بنيت لنا 3 فصول فضل الله ثم فضل المعاونين معنا، يعني فصول تمام أحسن من الفصول القديمة، يعني القديمة عشش والشمس فوقنا، حرارة الشمس فوقنا والبرود والمطر، أما الآن فصول تمام يعني كل شيء فيها متوفر. تحقق حلمي وحلم زملائي وحلم زملاتي، يعني في بناء 3 فصول تمام كل شيء فيه متوفر مع المويس والصبورات، يعني تحقق وعلم تمام. أول كنا 3 فصول في فصل واحد، أما الآن كل فصل في فصله ولا تزاحم، يعني يتم التعليم في راحة لا تزاحم ولا ذولا. سيتحسن مستواي مع الفصول الجديدة في العلم، يعني دراسة آمنة من كل شيء، ولا فيها لا مطر ولا شمس ولا هواء، وبناء آمن والسقف يعني آمن الآن الحمد لله رب العالمين. هذا الحادثة وقعت في بادية بني سعد عند حليلة. أصبح لهؤلاء الحالمين سقف يقيهم أشعة الشمس، وبات بإمكانهم الآن القول أنهم في مدرسة حقيقية ومغادرة ذلك العراء الذي لفح وجوههم لسنوات. الوضع السابق كان رديء جدا، الفصول فصول صغيرة وسقفها عشش من الأشجار وحرارة شمس فوق الطلاب والبرد والمطر والغبار، وأيضا إلى ذلك إضافة إلى ذلك قلة الكراسي والماسات أو عجز، وأغلب الطلاب بس على الأرض جالسين. وهذه الفصول دافع كبير وحافز تعتبر لدى الطلاب، يعني فرق كبير جدا بين الفصل السابق الذي كان عشه إلى الفصل النموذجي. سيساهم المبنى هذا في رفع مستوى التعليم ويكون حافز كبير لدى الطلاب واندفاع، وسوف يتغير الوضع جدا. أشكر أخواننا الذين أتعاونوا معنا أصحاب الجهود الخيرة الذي بذلوا معنا جهود وأنجزونا 3 فصول، أشكرهم بشكل عام. الشيطان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتفع صيحات الطلاب لتضفي على المكان،
حياة وبهجة كانت ضائعة. حتى المدرسون صار لملامحهم تعابير مختلفة، فقد كانوا هم أيضاً رفقاء لطلابهم في رحلة العناء والعراء. فعلا الحمد لله رب العالمين، كما قال صالح الطفل الذي ظهر معنا في هذا الفيلم متحدثا، وإن شاء الله كل شيء صار تمام يا صالح إذا كنت تتابعني الآن. مشاهدينا، بقدر ما هذه المشاهد مؤلمة لكنها تبعث على الفخر، فلطالما كانت مأرب وأهلها أصحاب حضارة رغم الإهمال المتعمد من الحكومات لهم، إلا أنهم ظلوا متمسكين بخيط العلم والأخلاق العربية الأصيلة. والحفيدة بلقيس التي شاهدناها تقص الشريط أن تفخر بنفسها، فبالرغم من كل شيء تمسكت بحقها في التعليم. شاهدتم بالتأكيد بلقيس وهي تقص الشريط لتفتتح ثلاث الفصول أمام زملائها. نتمنى أن نرى بلقيس وزميلاتها وزملائها في المستقبل وقد أصبح واقعهم مختلف، وقد أصبحنا الفتيات أيضا تمكننا من تغيير واقعهن وأصبحنا مختلفات، بل وواقع البلد على امتداد رقعته. كانت هذه قصتنا اليوم من محافظة مأرب. الآن نصل إلى فقرة المسابقة والتواصل المباشر معكم مشاهدي الكرام، وأعود أذكر أنه تم إضافة رقم آخر أيضا للمشاركة معنا في البرنامج، والرقم الآن ظاهر على الشاشة إلى جانب الرقم السابق، وهو رقم أرضي حتى نتمكن من استقبال اتصالاتكم بصوت أوضح. لدينا اتصال؟ طيب، السؤال الآن، أول سؤال مشاهدينا سيظهر معكم على الشاشة. السؤال: أين تقع مديرية المهلية؟ سؤال سهل. لدينا اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، شهر مبارك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير بصحة وعافية. اسمك الكريم؟ ألو؟ ألو؟ أيوة، عرفينا عن اسمك. وسام ناصر محمد. لو تعيد اسمك. وسام ناصر محمد. وفاء ناصر محمد. وسام ناصر محمد. وسام ناصر محمد من أي محافظة؟ محافظة مأرب. طيب، وسام واو في الف ميم. وسام، أيوة، وسام ناصر من مأرب. تمام يا وسام. طيب، السؤال يا وسام: أين تقع مديرية المهلية؟ أيوة، هذا السؤال: أين تقع مديرية المهلية؟ الشمال الغربي محافظة مأرب. متأكدة؟ أيوة. أنت من أي مديرية في مأرب؟ من المدينة. من المدينة؟ أيوة. قريبة منكم المأهلية ولا بعيد؟ بعيد شوية. بعيد. يلا مبروك. قريب شوية. طيب، مبروك لك جائزتك 50,000 ريال والإجابة صحيحة، مبروك يا وسام. شكرا جزيلا لكم. عفوا. طيب، اتصال آخر والسؤال آخر أيضا، السؤال على الشاشة: كم عدد فصول المدرسة القديمة؟ كم كانت عدد فصول المدرسة؟ لدينا اتصال. ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر مبارك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله وصحة عافية. عرفينا عن نفسك. طبعا قوي ناصر. لو تعيد اسمك مرة أخرى. لم أسمع الاسم. قمر عبد القوي ناصر. ايوه، قمر عبد القوي ناصر. اهلا يا قمر. السؤال: كم عدد فصول المدرسة القديمة؟ كم عدد الفصول يا قمر؟ ثلاثة فصول. متأكدة؟ ان شاء الله يعني. بس هم من الصف الأول إلى الصف التاسع بيدرسوا في المدرسة، فقط في ثلاثة فصول فقط؟ متأكدة يعني؟ ثلاثة فصول ان شاء الله يعني. ان شاء الله.
بس كانوا يدرسوا في الفصول فقط يعني، ولا في أماكن أخرى يدرسوا فيها؟ يعني مش ثلاثة فصول ممكن تساعده؟ لا خلاص إجابتك صحيحة، بس أنا كنت الشيء تمام والناس كانوا بيجاوبوا معك. إجابتك صحيحة، مبروك 50,000 ريال أيضا لقمر من عدن. يا قمر ومن عدن راح الاتصال، راحت. مبروك على العموم، مبروك للقمر 50,000. السؤال الثالث والسؤال على الشاشة، كم عدد الطلاب الذين يدرسون في مدرسة الثورة في المهلية هذا العام؟ وجاء الرقم على لسان مدير المدرسة. لدينا اتصال، ألو. ألو. طيب الآن مشاهدينا الكرام أستغل الوقت لحين يأتي إلينا اتصال ونقوم بإجراء القرعة واختيار 3 فائزين بشكل عشوائي عن سؤال أمس. سؤال أمس كان ما اسم والدة تامي بطلة قصتنا أمس من تريم في حضرموت؟ وكانت هناك 3 اختيارات، وكان الاختيار الثالث سلم، فعلا كان اختيار صحيح وإجابة صحيحة، اسم أم تامي سلم. لكن اليوم سنجري القرعة ونختار الفائزين، ليس فقط من أجاب على رقم 3، من أجاب رقم 1 و2 و3. لماذا؟ لأنه حصل لدينا خلل فني بسيط، لم تكن هذه المعلومة موجودة في الفيلم، لم تكن موجودة في القصة، لكنها هي معلومة أكيدة. فلذلك كل من أرسل رقم 1 أو 2 أو 3 سيدخلون اليوم معنا على السحب، وسنختار 3 فائزين منهم، وقيمة الجائزة لكل واحد 50,000 ريال يمني. وهذا هو الاستثناء الوحيد، فقط ما حصل أمس كان السبب لأنه نجري القرعة على الجميع. لكن من اليوم أرجو التركيز، نركز إحنا قبلكم، يعني أنه تختاروا فقط رقم الإجابة الصحيحة 1 أو 2 أو 3، وترسلوا الرقم فقط. الآن سأجري القرعة وسنختار أول فائز. طيب وسنستعرض معكم على الشاشة، الآن سيظهر معكم على الشاشة. طيب حتى استعرض عدد، ألم تتابعوا مشاهدينا معي على الشاشة على الهواء مباشرة الأرقام؟ عدد الإجابات الإجمالية التي وصلت إلينا 10,393. من أجاب بشكل صحيح يعني واختار رقم 3 اللي كانت الإجابة الصحيحة 5,067، ومن اختار رقم 1 و2 5,326. لكن كما ذكرت قبل قليل، 10,393 سيدخلوا معنا على السحب لأنه المعلومة صحيحة لكنها لم ترد في تفاصيل الفيلم أثناء عرض الحلقة أمس. أنا سأختار 3 فائزين من مجموع هذه الأرقام التي وصلتنا، وقيمة كل جائزة 50,000. بسم الله أختار أول فائز. مبروك للفائز صاحب الرقم 00967-7023-51550. إذن مبروك لصاحب الرقم، وأعيد الرقم مرة أخرى 00967-7023-36-1550. طيب نذهب إلى اتصال ومن ثم نعود لنجري القرعة ونختار الفائز الثاني والثالث. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر مبارك، عرفنا عن نفسك. أيوة اسمك الكريم. بشار محمد صالح. اسمك؟ بشار محمد صالح. هنا معي مشكلة مع اسماءكم لما تقولوها بشكل سريع، لو تعيد اسمك مرة أخرى. أيوة بشير محمد صالح. بشير؟ بشار. بشار أحمد فارع. محمد أحمد فارع. بشار محمد فارع. أيوة تمام بشار. بشار السؤال على الشاشة، كم عدد الطلاب الذين يدرسون في مدرسات الثورة في المأهلية؟ كم عدد الطلاب؟ المعلومة جاءت على لسان مدير المدرسة في الفيلم، كم العدد؟ والله مساعدة ما تابعكوش يعني بدقة. كم؟ تابعت الفيلم انت؟ يعني التفاصيل يعني بدقة. طيب تابعت انت الفيلم معنا قبل شوية؟ الا تابعكم بس ما
من كثرة الزحمة اللي هنا ما تابعتش. طيب شوف، أنا ممكن أعطيك فرصة ثانية أغير لك هذا السؤال بسؤال ثاني، إذا جاوبت فأنت حظك معنا تمام وفزت بالجائزة، علشان نكون ساعدناك وتحنا لك الفرصة مع أنك ما تابعش تفاصيل الفيلم. سؤالي لك، إيش اسم المدرسة؟ المدرسة؟ أيوة الثورة، مدرسة الثورة المهلية. صح، مبروك لك 50,000 ريال. يلا لكن مرة ثانية تابع الفيلم وركز يعني. ها يلا مبروك لك يا صديقي محمد بشار. يلا مبروك لك، مبروك لك 50,000 ريال، مبروك. اتصال آخر، السؤال ما زال هو على الشاشة نفس السؤال. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. شهر مبارك، من معنا؟ أم أصيل فاء. لو تعيد اسمك؟ أيوة. لو تعيد اسمك؟ أم أصيل سعد. أم أصيل سعد. سعد. أم أصيل فهد. ايوه. طيب تمام، بس انت لو 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 يعني لو لك الامكانيه انك تشاركي باسمك علشان لما نرسل لك الحواله الماليه على بياناتك يكون افضل، هل في مجال انك تشاركي باسمك؟ ام اصيله. ام اصيله. اصيل. اصيل. اصيل فهد. تمام. تمام خلاص تمام. طيب ام اصيل، السؤال كم عدد الطلاب الذين يدرسون في المدرسة؟ كم عدد الطلاب؟ 200. يا سلام عليك، يا سلام عليك، والله متابعة ولو ينفع تستاهل 100,000، بس بتكون 50,000 علي بعدين المشكلة. طيب طيب مبروك لك أم أصيل، وأنا أريد أن المشاهدين يكونوا بتركيز أم أصيل، يعني ركزت ما شاء الله في الرقم مع أنه الرقم صعب، وكان ينفع يكون سؤال واتساب، لكن يلا مبروك لك أم أصيل 50,000 ريال مقدم برنامج حيث الإنسان. شكرا جزيلا لك، مبروك. طيب نعمل لدينا اتصال آخر. طيب الآن القرعة ونختار الفائز الثاني عن سؤال أمس، كما ذكرنا لكم كل الجميع دخلوا في السحب. طيب الآن نجري السحب ونختار الفائز الثاني معكم على الشاشة. الآن سنقوم باختيار الفائز الثاني، وقيمة الجائزة 50,000 ريال يمني. بسم الله. مبروك، مبروك للفائز صاحب الرقم 00967713065058. مبروك لصاحب الرقم 00967713065058. مبروك إذن لصاحب الرقم 50,000 ريال. طيب لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. الجميع إن شاء الله. عرفنا عن اسمك. علي محسن طالب. ألو. أيوة عرفنا عن اسمك، المشكلة أن الشباب يكلموني وقت ما تقولوا اسمكم فلذلك أتأخر. طيب علي. أيوة محسن. علي محسن طالب. علي محسن من أي محافظة يا علي؟ من شبوة. من شبوة، أول متسابق معنا من شبوة صح؟ هل بتتابعنا أنت يومياً؟ نعم نعم. تابعت فيلم اليوم؟ تابعت. تابعت. طيب السؤال هو موجود معك الآن، السؤال على الشاشة، سقف الفصول القديمة، السقف الفصول القديمة في المدرسة، مدرسة الثورة في الماهلية، من إيش كان السقف؟ من خشب الغابات. يا سلام عليك، يا سلام عليك، تستاهل 50,000 ريال، مبروك لك. يلا مبروك لك صديقي، مبروك لك، إجابتك صحيحة. طيب لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. ألو، شهر مبارك كل عام وانتم بخير. ألو. ألو معك. من معي؟ ألو. أيوة أيوة معك. اسمك؟ عليكم. اسمك؟
الو. ايوه معكم عاطف عبد الرحيم. ايوه عاطف عبد الرحيم. ايوه. من اي محافظه يا عاطف؟ من لحج. ايوه من لحج. طيب اسمعني من التليفون لانه في صدى، يعني حاول توطي صوت التلفزيون جنبك. من لحج عاطف عبد الرحيم من لحج. طيب ايوه. طيب السؤال، الطلاب المدرسه في منهم ما عاد كانوش بيروحوا المدرسه، ليش؟ لان عجل الفصول قال انت خذ هذا حر الشمس. علشان ايش؟ الفصول المدرسين والفصول على حر الشمس. حر الشمس. لا مش هذا السبب الرئيسي. لا لا مش هذا السبب الرئيسي، كانوا يخافوا يروحوا المدرسة، خايفين من شيء يسقط عليهم. من ليش؟ حر الشمس والأمطار. طيب السقف كان يبقى مسقوب وحر الشمس استلغى. انا اسمعك واسمع الكنترول يعني. طيب بسبب السقف خايفين انه يسقط عليهم السقف. طيب خلاص اعتبر لك اجابه صحيحه، لكن بسالك انا معلومه وتقول لي اذا هي صحيحه او لا وتفوز بالجائزه. هل كان لانه المسافه بعيده كان هذا سبب من الاسباب انه ما تخليهمش يروحوا المدرسه؟ قل لي ايوه او لا. ايوه. طيب مبروك لك يا عاطف عبد الرحيم من لحج 50,000. مبروك لك يا عاطف، مع انه صوتك ما كانش واضح للاسف. طيب اتصال اخر. طيب الان نختار الفائز الثالث، نجري القرعه ونختار الفائز الثالث معكم. و بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 00967770144944. مبروك إذن لصاحب الرقم 00967770144. إذن اخترنا ثلاثة فائزين، مبروك للثلاثة الفائزين. قيمة كل جائزة 50,000 ريال، ولديكم فرصة اليوم أيضا للإجابة على سؤال حلقة اليوم والذي سنضعه في نهاية هذه الحلقة، ولديكم فرصة لتجيبوا على هذا السؤال من الساعة 10 مساء أول ما نبدأ في استقبال رسائلكم على النظام الخاص باستقبال إجابات الواتساب حتى يوم غد وقت بث الحلقة أو لغاية الساعة 8 مساء، ومن ثم يتم تجهيز هذه الأرقام وإجراء القرعة بشكل عشوائي على الهواء مباشرة أمامكم كما تشاهدون، ونطلعكم على كل التفاصيل كم عدد الرسالة التي وصلت والإجابات. أذكر الآن مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى ونذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة الذين اخترناهم بشكل عشوائي. طيب الرقم الأول معكم على الشاشة 7023615550، والرقم الثاني 713065508، الفائز الثالث 770144944. إذن الثلاثة الأرقام ظاهرة معكم على الشاشة، مبروك للثلاثة الأرقام فائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طيب إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم أجرين القرعة على ثلاثة فائزين، لأنه في أحد المشاهدين الآن في البث المباشر على الفيسبوك يقول كلام فاضي وأقسم بالله ما تسووا بث غير على 10 أرقام. أنا مش عارف كيف عرفت، إيش اسمه؟ محمد الصلوي.
نحن جرينا قرعة يا محمد على 10393 الرقم، ولا هدف لبرنامج حيث الإنسان من هذه المسابقة، هي مجانية سواء برسائل واتساب أو الاتصال المباشر، ولا هدف لنا من أي شيء. يعني ماذا سيكون هدف حتى نجري القرعة على 10 أشخاص؟ نتمنى أن نثق في بعض، يعني الجميع يثق ويقدر كل ما يقدمه الآخر. يعني شكرا لك يا محمد، وأذكر مشاهدينا الكرام لديكم فرص للفوز معنا والمشاركة سواء بالاتصال المباشر من خلال أرقام البرنامج الموجودة على الشاشة أو من خلال الإجابة على السؤال اليومي، سؤال عبر الواتساب. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم، شهر مبارك. علينا عليكم لكان هذا السلام. وعليكم السلام، عرفنا عن اسمك. اسمي محمد أحمد قائد العامري. محمد قائد العامري، من وين يا محمد؟ أحمد قائد العامري. أحمد قائد العامري. أيه محمد أحمد قائد. محمد أحمد قائد العامري. أيوة. أيوة. يا أخي ليش تقول اسمكم بسرعة؟ ليش؟ هو نحن كل اليمنيين كذا نتكلم بسرعة صح؟ أيوة نحن كذا. مستعجلين. مستعجلين، ما فيش وقت. أيوة. طيب محمد أحمد قائد العامري من وين؟ من أي محافظة؟ من صنعاء. من صنعاء. طيب تابعت الفيلم؟ ايوه تابعت من اوله لاخره. من اوله لاخره. طيب ايوه انا بحاول اسالك سؤال واشوف انك تابعت السؤال. الطلاب اللي يدرسوا في المدرسه ياتون من كم قريه؟ هذه المدرسه مخصصه لكم قريه؟ 15 قريه. 15 ايش؟ 15 قريه. يا سلام عليك، والله تستاهل، وهذا سؤال كان صعب. مبروك لك 50,000 ريال يا محمد أحمد قائد العامري. الله يحفظك، شكرا لك. مبروك يا حبيب، تستاهل. الله يبارك لك. طيب لدينا اتصال آخر. ألو. طيب يلا لدينا اتصال. ألو. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. بخير. الو الو الو، عرفنا عن اسمك. مرحبا. كيف حظك؟ شكرا. هو حظك بيكون حلو انك توطي صوت التلفزيون عندك. وطي صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون. في معك. طيب اسمك الكريم. اسمك يا صديقي، اسمك؟ عاصم. الو. ايوه ايوه، اسمك؟ عبد السلام. خالد السلام. انا والله مش سامع اسمك، صوتك مش واضح عندي. هل الشباب في الكنترول تسمع اسمه؟ خالد عبد الله. اسمك خالد عبد الله؟ صوتك مش واضح والله. الو. خالد سليقين. طيب اذا انتم يا شباب تسمعوا في الكنترول. طيب صوتك مش واضح يا صديقي، والله انا اسف يعني. معني الان. ايوه اتكلم. اسمك؟ خالد بن سليم. خالد. خالد بن فريد، من وين يا خالد؟ خالد بن فريد. من وين؟ ايوه من وين؟ من وين انت؟ من اي محافظه؟ صوت مش واضح، انا اسف. من شبوه. ايوه من شبوه. طيب انا بطرح لك السؤال وتجاوبني. اطرح لك سؤال سؤال سؤال. صالح طالب اللي على اسمك، صالح طالب في المدرسة قال عندهم نقص في مدرسين ثلاث مواد. جيب لي اسم واحدة من المواد اللي عندهم نقص فيها وتفوز. يلا. المدرسة فيها نقص في المدرسين، في مدرسين ثلاث مواد، اذكر لي اسم مدرس أي مادة وتفوز. يلا. والله يا أستاذ حتى قريب ما أنا شو واحد يساعدني اسمع صوتك الآن.
طيب طيب النقص 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 عنده. أنا بطرح لك اختيارات يلا. في مادة القرآن ولا مادة الاجتماعية الوطنية، أنا على زمان، الوطنية ولا التاريخ؟ يلا يلا نقص في أي مادة، القرآن للوطنية ولا التاريخ؟ يلا بسرعة يا خالد. القرآن. القرآن القرآن. مبروك مبروك لك، مبروك مبروك لك 50,000 ريال. وصوتك كان مش واضح يا خالد، مش راضي توطي صوت التلفزيون، لكن مبروك لك 50,000 ريال. شكرا لك. شكرا. طيب طيب الناس جاوب والله العلوم والقرآن والإنجليزي. أيوة على عثمان على ما شاء الله يعني في البث المباشر ناس بيجاوبوا. طيب إذا مشاهدينا الكرام تقريبا وصلنا ختام هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان. تابعنا قصة اليوم كانت من مدرسة الثورة المهلية في محافظة مأرب، وكانت كل الأسئلة في الاتصال المباشر معكم من تفاصيل هذه القصة. وأيضا الآن سنضع معكم سؤال الواتساب، لديكم فرصة للإجابة على هذا السؤال والفوز بثلاث جوائز قيمة كل جائزة 50,000. والسؤال سيظهر معكم على الشاشة الآن. متى تأسست مدرسة الثورة في المهلية؟ في أي عام تأسست مدرسة الثورة في المهلية؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 1986، الاختيار الثاني 1990، والاختيار الثالث 1962. إذن السؤال على الشاشة، متى تمت أو متى تأسست مدرسة الثورة في المهلية؟ 1986 أو 1990 أو 1962. فقط للمشاركة والفوز معنا بالجائزة أرسل فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب، فقط أرسل رقم الإجابة. إذن مشاهدينا الكرام مبروك مقدما لمن سيفوز معنا من الثلاثة الذين سنختارهم بشكل عشوائي عن سؤال الواتساب الذي عرضناه قبل قليل. معكم فرصة للإجابة على هذا السؤال بالإرسال رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 من الساعة 10 مساء وحتى الغد، وسنجري القرعة غدا ونختار 3 فائزين. والاختيارات سهلة وواضحة، والسؤال أيضا سهل وواضح، فقط تابعوا الفيلم ستعرفوا الإجابة. بالتأكيد أنه مش 1962 تم تأسيس هذه المدرسة وإن كان اسمها الثورة. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير، دائما تابعونا على شاشة بلقيس. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.